حياكم الله وبياكم وجعل الجنه مثواكم الارهاب الاعمى ذلك الوحش العدمي الذي اجتاح بلادنا العربيه والاسلاميه وجعلها قاعا صفصفا واثرا بعد عين وخرابا بعد عمران يتمتع بانفاس متعدده وارواح كثيره ولديه عشرات الامصال التي تبعث الحياه فيه كلما قطع جزء من هيكله وهذا الارهاب القاتل لم يغادر جغرافيتنا قط يستيقظ هنا وينام هناك ويستعد هنالك يطل براسه في ليبيا ويخرج من قمقمه في سيناء المصريه ويعيد التمركز في العراق وتونس وينظم نفسه في سوريا وينفجر في افغانستان وباكستان وينقل بالطائرات التركيه الرسميه الى ليبيا حيث نقلت تركيا الرسميه ازيد من تسعه الاف مقاتلا من بقايا داعش والنصره والارهابيين السوريين والاجانب الى ليبيا ولا شك ان هنالك عوامل داخليه وخارجيه تساهم في تجديد ديناميكيه الارهاب فداخليا ادى غياب الحريه وانتشار الفقر وسوء توزيع الثروه وتفجر الفساد الرسمي والحكومي وتفاوت المستويات الاجتماعيه بين الاغنياء والفقراء واستبداد الدوله والممارسات القمعيه والاحتكاريه للثروه الى ارتماء الشباب البطال في احضان الجماعات الارهابيه وخارجيا تواصل واشنطن وتل ابيب وحلفاؤهم في المنطقه العربيه في الأوراق الإرهابية والجماعات المسلحة التي تكرس أجندات الكبار وتساهم في عادتهم لرسم السياسات والخرائط والحل الوحيد الذي اعتمد في مواجهة الإرهاب في العالم العربي والإسلامي هو الحل الأمني والعسكري في من عدمت بالكامل البرامج التربوية والإعلامية والتنويرية والنصوص القاتله والداعيه للقتل وكتب الجهاد المزعومه ومقاتله المسلمين والمرتدين ما زالت على حالها. لم نجفف فكر الارهاب بفكر تنويري كبير يعيد التوازن الى مشهدنا الثقافي والمعرفي والاجتماعي. والغرب كان ولا يزال ضالعا في صناعه الارهاب في الداخل العربي والاسلامي لتوتير خط طنجه جاكرتا. الأمر الذي يديم قوته في بلادنا وتدخله الدائم يروى أن بعض بحارة الإسكندر المقدوني ألقوا القبض ذات يوم على قرصان كان يلاحق بعض المراكب الصغيرة ولما مثل أمام الإسكندر المقدوني سأله لماذا تعكر صفو البحر بأفعالك هاته صمت القرصان لحظة ثم قال مجيبا أنت يا سيدي تقوم بنفس الافعال التي يقوم بها وعلى نطاق اوسع بكثير لكن لانك تملك اسطولا من السفن فانهم يسمونك امبراطورا اما انا فلانني لا املك الا سفينه واحده صغيره يسمونني قرصانا وما دام هذا القرصان الامبراطور مصرا على البقاء في جغرافيتنا فسوف يستمر في خلق الاهوال تاملوا كيف يأمر حلفائه العرب في تمويل أي عمل إرهابي هنا وهناك ويوفر لهم الحماية ما داموا مطيعين خانعين الإرهاب يعاود الظهور لماذا لم تجفف منابع الإرهاب الفكرية لحد الآن عنوان برنامج الفلاميم ويشاركنا في النقاش من لبنان الحبيب الشيخ الفاضل محمد الخضر رئيس المنتدى الإسلامي اللبناني للدعوة والحوار ومن تونس الحبيبة الدكتور عبد الجليل بن سالم الوزير السابق للشؤون الدينية مشاهدينا مرحبا بكم جميعا التاريخ السري لتآمر بريطانيا مع الأصوليين مارك كورتس يقول كاتب الكتاب انه يستند الى الوثائق الرسميه البريطانيه التي رفعت عنها السريه ولا وثائق الخارجيه والاستخبارات والتي يرى الكاتب انها تفضح تامر الحكومه البريطانيه مع المتطرفين والارهابيين دولا وجماعات وافرادا في افغانستان وايران والعراق والسعوديه وليبيا وسوريا ومصر والبلقان وبلدان رابطه الدول المستقله حديثا وقد فعلت ذلك لفترات زمنيه طويله لتحقيق مصالحها الاستراتيجيه والسياسيه والاقتصاديه ويوضح المؤلف كم كانت بريطانيا ماهره وماكره في التلاعب بكل الاطراف وان اكثر من استغلتهم ثم نبذتهم عندما لم يعد لهم جدوى وانتفى الغرض منهم هم كثير من المحسوبين على حركات التطرف في كل المذاهب الاسلاميه والمدارس الدينيه. شيخ محمد يبدو ان هذا الارهاب يلاحقنا ملازم لنا في كل مره تتبعثر مسيرتنا وتتقهقر تنميتنا. في لبنان تم اكتشاف خلايا ارهابيه تستعد لاعمال ارهابيه، في تونس تفجيرات بين الحين والاخر، ليبيا ساعدها الله تفجرت، العراق داعش وما يسمى بتنظيم الدوله الاسلاميه الارهابي يعاود الظهور وفي اكثر من جغرافيا ها هو الارهاب يطل براسه ناهيك عن التفجيرات التي وقعت في سيناء المصريه وغيرها لماذا بنظرك لحد الان لم نتمكن من الذهاب الى السلم والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. بدايه التحيه لكم وشكرا على الاستضافه حياتي. وايضا التحيه موصوله لمعالي الدكتور الفاضل وللمشاهدين الاعزاء. الانسان مخلوق كرمه الله. وقوام تكريم هذا الانسان وتميزه امران. العقل الكاشف والوحي المسدد. العقل وظيفته ان يقدم للانسان ما في الأمور من إيجابيات وسلبيات ويكشف عنها مصالح ومفاسد نافع وضار نعم. والقرآن أو الوحي بشكل عام وظيفته أن يسدد ويهدي وأن يوفق نعم. هذا الإنسان لما يريد أن يحققه من أهداف سامية وعالية كلما كان الإنسان أقرب إلى الأخذ بهذين الأمرين الأساسيين كلما كان أقرب إلى التوفيق والسداد والنجاح والوصول الى اعلى مستويات الكمال الانساني. وكلما فرط بهما او بواحد منهما ولو جزئيا فهو يعرض نفسه لدفع الثمن ولو في مرحله من المراحل ولو بشكل عارض. صحيح. ولذلك نحن نلاحظ انه حتى في حياه النبي عليه الصلاه والسلام في لحظه من اللحظات عندما اختل الفهم أو اشتبهت الأمور وضعفت الثقة وضعف التمسك بهذين الأصلين دفع المؤمنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد على جبل الرماة الثمن مباشرة وتحول النصر إلى ما يشبه الهزيمة العقل هو ميزة الإنسان الذي كرمه الله تعالى به ولقد, ولقد كرمنا بني آدم الوحي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وبالتالي المؤمن هو يمتلك مقومات الرؤيه الواضحه وتحديد الاهداف السليمه ومقومات السير بطريقه صحيحه لتحقيق هذه الاهداف هو لا ينتظر ان يتم تحريكه من الخارج بارادات خارجيه هو لا ينتظر ان يحدد له احد ما دوله او محورا او قوى عظمى او مرشدا او يعني قائدا ان يحدد له الهدف بعيدا عن العقل وبعيدا عن الدين وبعيدا عن الوحي، والا يصبح حينئذ مثل الاله او مثل مخلوقات اخرى غير الانسان اكرمكم الله. الانسان المؤمن هو الذي يعرف ماذا يريد ويعرف ما هو الهدف الذي يريد ان يحققه وبالتالي هو يسير على هدى ويحقق في كل ميدان النصر والنجاح والانجاز والتميز والتقدم. عندما يفشل اذا ثمة مشكلة في الفهم في الوعي، في تحديد الاولويات او في تحديد الاهداف كذلك، لأن القاعده كما تعلمون المقدمات الخاطئه تترتب عليها نتائج سلبيه. صحيح لا يمكن ان تاتي النتائج السلبيه ونحن على فهم سليم وعلى وعي كامل وعلى بصيره. دعني اتوقف نعم. في هذه الجمله اذا سمحت النتائج الخاطئه من سنخ المقدمات الخاطئه لاذهب الى تونس الحبيبه. دكتور عبد الجليل عندما يذهب مريض الى طبيب ما ويعطيه دواء ويتفاقم امر الداء ويزداد صعوبه وضع المريض نقول اما الخلل في الدواء او ان هذا الطبيب قاصر ليس ذا تجربه ولا يملك من العلم الطبي شيئا ونبدا نحلل في تداعيات المريض ما الذي تقوله في عوده الارهاب الى المشهد العربي اين يكمن الخلل هل هي الحكومات العربية التي لم تتعلم قيد أن انملة مما وقع لنا، يعني ما زالت الحريات مقيده، ما زالت السجون مملوءه، آه لم تسعى الى بلوره مشاريع تنويريه للذين اعتقلتهم، لم توفر العداله الاجتماعيه، آه هل الخلل في الخارج الذي يريد ان يستثمر هذه الورقه الارهابيه الى ابعد مدى، ما الذي تقوله في هذا الامر رجاء؟ اهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما تحيه لضيفك وتحيه للمشاهدين وشكرا على هذه الاستضافه وعلى هذه الثقه التي تضعونها في شخصي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا المساله في تقديري هي اعتقد ان العامل الخارجي يوظف الظاهرة اذا شئنا ان نكون موضوعيين وعلميين في تحليل هذه الظاهرة ظاهرة الارهاب الذي يعاود الظهور من يعيد اظهاره او من يعيد ابرازه على الساحة العربية او على الساحة الدولية او على الساحة الاسلامية الارهاب الان هو ارهاب يوصف بانه اسلامي ويوسم بانه اسلامي ويطبق على ارض الاسلام في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي وفي أم يعني وفي تونس وممكن في الجزائر الحقيقه انا اعتقد ان هذا الامر يتجاوز الحكومات العربيه ويتجاوز الخلل الداخلي لتوظيف عالمي لتوظيف امريكي بالذات واسرائيلي صهيوني لهذه الظاهره من اجل آه خدمه اجندات وخدمه استراتيجيات هم الان يتقنون 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 لعبها المساله في تصوري هي مساله توظيف الارهاب وامريكا بالذات والدوائر الدوليه هي لعبه مخابرات بالذات هم درسوا هذه المجتمعات فهموا هذه المجتمعات فهموا الخلل فيها فهموا التحديات التي توجد في هذه المجتمعات هناك توظيف غربي أمريكي بالذات ولعبة مخابراتية من أجل وضع استراتيجياتهم والحفاظ عليها عوض أن يدخلهم في الحرب مباشرة يدخلون نحن في الحرب مسلم يقتل مسلم الذي يكبر مقتول و ال يعني الـ القاتل والمقتول يكبران هذه هذه اللعبه وهذه الظاهره افلح فيها الغرب في قتلنا وفي وفي تشريدنا انا اعتقد كذا يجب ان ننظر نعم. للموضوع نعم طبعا نعم. لو لم تكن قلاعنا الداخليه هشه لما تسنى لهذا الغرب ان يتسلل أوه. الى قلاعنا شيخ محمد يعني مبدئيا الحكومات العربيه برمتها اعتمدت ما يسمى بالحل الامني في التعاطي مع الجماعات الارهابيه لم نرى حلولا فكريه تنويريه اعلاميه ثقافيه معينه لم نرى حلولا تسعى لوأد هذه الظاهره بطرق الوعي وما الى ذلك هل قصرت الحكومات العربيه في هذا الامر؟ يعني حقيقة في هذا المجال لابد أن يحضرنا وأنا يحضرني دائما مشهد منهجية التعامل التي اعتمدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع الخوارج في زمانه صحيح لم يقم علي بن أبي طالب بحملة بالسيف لقتل هؤلاء وإنما بدأ بمحاورتهم إما مباشرة وإما من خلال مبعوثه ابن عباس أو صحيح. آخرين من الصحابة الأجلاء الإمام علي رضي الله تعالى عنه استدعى أمراء الخوارج المفكرين المثقفين القراء بين قوسين في زمان صنع الرأي في الخوارج صنع الرأي نعم استدعاهم حتى ملأوا ديوانه نعم ثم دعا بمصحف كما تقول الروايات وجعل يصك على هذا المصحف ويقول أيها المصحف حدث الناس فتعجبوا قالوا يا أمير المؤمنين كيف يحدثنا وهو مداد في ورق نعم قال إن الله تعالى يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من, من أهله وحكما من, من أهلها. أي إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، مم. في إشارة إلى قضية أثاروها ضده وهي قضية التحكيم، هم يعترضون على أن عليا رضي الله تعالى عنه تبنى مبدأ التحكيم وهم يرون أن هذا معارض للقرآن. فالمناقشة فال ال والرأي يعني في النهايه قال لهم ان امر امه محمد عليه الصلاه والسلام اعظم عند الله من امر امراه ورجل صحيح وقد حكم الله في ذلك الـ الـ الناس. نحن بحاجه لاعتماد منهجيه الحوار والمناقشه، الدول العربيه مع الاسف لم تقم على اساس تكريم الانسان واعتباره قيمه خاصه ميزها الله تعالى، وانما اعتبروا الناس هم مجرد تبع ورعاع وهمج يتبعون الحاكم ويبصمون ويكررون ألفاظه ويرددون شعاراته وعليهم أن ينصاعوا كما تنصاع الغنم إلى راعيها. صحيح. هذه المشكلة الأساسية في مجتمعاتنا العربية وفي أنظمتنا لكن العربية على المتخلفة الراعي مخلص لغنمه يرعى غنمه ويطرد الذئب، الراعي العربي جلب الذئاب إلى الأغنام. يعني هذه هي المشكلة مع الأسف، لكن <applause> أنا أعتقد أن يعني الشعوب العربية الآن آن لها أن تفهم وأن تعي أن هذه المنظومة المتخلفة الرجعية البائدة لم تعد مفيدة ولم تعد نافعة وقد أثبتت على مدى عقود أنها فشلت في قيادة الأمة إلى حيث تتحقق كرامتها وعزتها ومكانتها وإنما هي تقودها من إخفاق إلى إخفاق ومن هزيمة إلى هزيمة ومن ذل إلى ذل وهي تزداد يوما بعد يوم تبعية للغرب عموما ولأمريكا خصوصا والمرحلة الآن في اعتقادي مواتية والفرصة مناسبة لان ننعتق ونخرج من قبضة وهيمنة الأمريكي على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة، يعني أنا أعتقد أن الشعب الفنزويلي ليس أشجع ولا أصلب ولا أمتن إرادة من الشعوب العربية وليس بأكرم أيضا على المستوى الإنساني ولا أذكى ولا أكثر تميزا من الشعوب العربية، لكننا نريد الإرادة الصادقة ونريد أن نصدق الله ونكذب هؤلاء الحكام وليس العكس طبعا الاراده الصادقه عندما تصنع الشعوب العربيه خبزها وسيارتها وتقنيتها ودواءها يعني اليوم اذا تاخرت الباخره التي تاتي من كندا واستراليا تاخرت عنا فاننا لن نطحن لا خبزا ولا شعيره، المفروض ان نبني حضاره ونهضه ثم نقاوم وهذا ما لم يتحقق في بلادنا العربيه والاسلاميه. دكتور عبد الجليل، طبعا عندما تعود الى النصوص التي فجرت الامن القومي العربي ما زالت هي هي، يعني تذهب الى المساجد ستجد كتبا لمؤلفين يؤمنون بالجهاد ومجاهده المسلمين على الصعيد المسجدي ما زالت المنابر تصدح بالدعوة إلى محاربة الشعوب والمرتدين والمخالفين الخطاب الديني على حاله تماما لم يتزحزح قيد أنملة باتجاه العقلانية يعني أي تونس اليوم يذهب إلى أي مكتبة تونسية سيجد كتب ابن تيميه وكتب الجهاد لابي محمد المقدسي واي جزائري نفس الشيء واي مصري نفس الشيء، يعني لم نفعل شيئا على صعيد تنقيه الخطاب الديني من صواعق التفجير والقتل. نعم. مشكله الخطاب الديني ومشكله الفكر الديني عامه هي مشكله في الحقيقه لم نواجهها مواجهة صريحة ومواجهة جدية الى الان في العالم العربي، ما علاقتنا بتراثنا القديم؟ ما علاقتنا بثقافتنا القديمة؟ نحن لم ندرك بعد في تصوري، وانا اتكلم هذا بعد تجربة طويلة في التدريس وفي المعرفة الدينية، اقول نحن مشكلتنا لم نؤطر آه فكرنا الديني أي أن أننا, أننا لم نبني عقلية دينية علمية تضع في الاعتبار أن هذا الخطاب الذي نتحدث فيه عن الجهاد أو عن فكر ابن تيمية أو عن فكر الأشاعرة والشيعة أو غيرهم في الحقيقة هذا الفكر أنتجه التاريخ أنتج في التاريخ أنتج في سياقات معينة نحن الى الان ما زلنا نتحدث عن التراث كانه شيء مطلق وكانه شيء مقدس شانه في, شأنه في ذلك شان النص الديني نحن لا نفرق بين نص بين تراث انتج في التاريخ اي انتجته عوامل تاريخيه اجتماعيه واقتصاديه وثقافيه معرفيه منهجيه وبين فكر يعني آآ فكر محين نحن إذا لم نعلم نعلم ناسنا طلابنا في الجامعات أئمتنا في المساجد ما لم نعقل الخطاب الإسلامي ما لم نعقل الفكر الإسلامي بهذه المقاربة المنهجية التاريخية فإننا سنعيد إنتاج مشاكلنا من دائما العقل الإسلامي كما يقول الدكتور جابي العقل الاسلامي مشكلته حتى من الناحيه الاكاديميه عند العلماء، دعنا من 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 اوساط المثقفين. ينتج يعيد انتاج نفسه، نحن نعيد انتاج معاركنا الكلاميه القديمه صحيح. بين السنه والشيعه صحيح. بين الخوالج، بين المعتزله، هذا الكلام اذا اذا شئنا ان نخرج من هذه الدائره من هذا من هذه السيركل فيسيو هذه ما نسميه بالفرنسيه نعم. من هذه الحلقه الدوامه نعم الدوامه من استاذ عبد المغلقه هذه الدوامه المغلقة فلا بد فلا بد ان ننظر الى التراث نظره منهجيه ما اشار اليه الاستاذ محمد من قبل عن الامام علي علي ماذا فعل الخوارج علي اراد ان يقود لهم ان القران ينطقه الرجال م. القرآن النص القرآني الوحي لا،, لا لا يوجد وحي في الإطلاق إنما يوجد وحي حينما يتفاعل معه العقل المسلم الواقعي الذي سينتج فكرا نعم. سينتج تاويلا علي اراد ان يقول لنا ان ان العقل الاسلامي ان الفكر الاسلامي ان التاويل هو من تاويلنا نحن فالخوارج كفروا وقتلوا وكفروا علي وقتلوا المسلمين بقراءه معينه فعلي اراد ان ان يعقلنا ان يعلمهم اننا نحن الذين ننتج ذاك الفكر ونحن الذين نضفي عليه القداسه نحن مشكلتنا يا سيدي في تصورنا الى الان لم 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 نحين لم نعقل لم ننسب لم ننظر الى المسائل, المسائل تاريخيا نظره تاريخيه ف فلو نظرنا الى المسائل نظره تاريخيه لا وقعنا في التسامح التسامح والحوار والتثاقف وال وقبول الاخر حتى القبول الاخر المسلم لاخيه المسلم اعذرني واعذرك، لماذا انت تقول بهذا الراي؟ لماذا يقول الشيعي بهذا الراي؟ لماذا يقول السني بهذا الراي؟ لماذا يقول هذا الـ هذا الاباضي بهذا الراي؟ حينما انظر اليه بنظره علميه موضوعيه، لماذا انتج هذا الخطاب؟ وكيف انتج هذا الخطاب؟ حينها فقط يمكن ان ننتج عقلا وننتج فكرا متعددا متنورا متسامحا. انظر الى الخطاب الصوفي مثلا في الاسلام. اقول الخطاب الصوفي خطاب اكثر الخطابات تنورا واكثر الخطابات تسامحا و, 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 و كيف اقول نعم. تسامحا و, و وتاويلا للاخر صحيح. يعني ربما أستاذ عبد الجليل العاقل هو الذي يفهم الاخرين وهذا نعم. وهذا مؤشر قالو. على ان العوده الى الروح من شأنه أن يقلل من حدة الموقف السياسي ويعقل ويؤنس طباعنا ومسلكيتنا مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا التطرف خبز عالمي راشد المبارك التطرف اكثر الاحداث التي تشغل العالم في وقتنا الحاضر حديثا عنه ومقاومه له وتتبعا لاثاره وبحثا عن دوافعه ولعل تاريخ البشر لم يعرف حشدا لجهود واعدادا لوسائل ودعوه الى ملاحقه كما حشد من جهد واعد من وسائل ودعي الى ملاحقه التطرف الذي اثمر ارهابا او رد فعل على ارهاب ويقدم الكاتب مقارنه عن التطرف ومدلوله ونشأته وصفاته، ولصلته بمفهوم الكراهية، كما يبحث في التطرف كخبز عالمي داخل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على وجه الخصوص. في الباب الثاني يربط الكاتب بين التطرف والثقافة خصص الباب الثالث لطرق معالجه التطرف التي كي تكون ناجعه يجب ان تستهدف استئصال جذوره لا تقليم اظافره والقضاء على مسبباته لا على مظاهره تجفيف منابع الارهاب محمد شحرور يقول الكاتب ان هذا الفقه بدا في عصر الاستبداد ابتداء من نهايه العصر الاموي وبدايه العصر العباسي اي في القرنين الثاني والثالث الهجريين فكان لا مجال اطلاقا ارضاء للسلطه للفصل بين الشهاده والموت والقتال وحريه الناس في اختيار عقائدهم ليتم ترسيخ قتل المرتد وجعله من ثوابت الدين الاسلامي وطاعه السلطان وان كان ظالما هو في طاعه الله ورسوله الحروب كما جاء في كتاب تجفيف منابع الارهاب كانت على اساس أممي أي أمة إسلامية مقابل أمة كافرة أو بعبارة أخرى دار الإسلام مقابل دار الكفر مع أن الهدف الأساسي كان ابتداء من العصر الأموي هو الفتوحات لكسب وجمع الجزية وإبعاد المعارضة لكن في العصر الجديد صارت فيه الحروب لكسب المصالح وللاحتلال وللدفاع عن المصالح اي اصبحت الحروب بين مجموعات من الناس تعيش في دول وهذه المجموعات هي شعوب فتحولت الحرب يقول محمد شحرور من اساس اممي الى اساس وطني ومصلحي لكن بقي التقسيم السابق على ما هو عليه مشاهدينا اهلا بكم من جديد عدنا والعود احمد ومن ادرك حلقتنا الان نحن نتحدث عن الارهاب الذي يعاود الظهور ولماذا لم تجفف منابع الارهاب الفكريه لحد الان؟ واذكر ببعض الكتب المهمه في هذا السياق كتاب للباحث السوري المرحوم الدكتور محمد شحرور تجفيف منابع الارهاب طبعا كتاب فيه الكثير من الإيرادات، نحن يهمنا أن يشير إلى الفكرة التي نحن بصددها الآن، التاريخ السري لتآمر بريطانيا مع الأصوليين مارك كورتيس، وفيه يتحدث عن دور بريطانيا في صناعة الإرهاب في العالم الإسلامي، طبعاً بعد ذلك ورثت بريطانيا أمريكا كما قال هنري كيسنجر في مذكراته، والدكتور راشد المبارك كتب كتاباً جميلاً لطيفاً التطرف خبز عالمي وهو ما أشار إليه الأستاذ عبد الجليل بن سالم أن الغرب يقتات من الإرهاب بالعودة إليك شيخ محمد الإرهاب اليوم في خط طنجة جكرتا بدأ يتصدى لأكثر من ساحة رأينا إرهابا في مصر في تونس ليبيا باتت ساحة إرهابية فعلية سورية الثانية صح التعبير في سوريا في منطقه الجزيره وغيرها بدات داعش تعاود الظهور، في العراق ايضا داعش والرايات البيضاء كما سميت بدات تعاود الظهور، وبالتالي هنالك خوف من العوده الى المرحله السابقه. هل يمكن للارهاب ان يضرب بقوه من حديد مجددا وما الذي يريده الغرب؟ يعني نحن هنا انظر نتحدث عن ضعف امريكي، لكن في الواقع امريكا تزداد تغولا رغم الاحداث الجاريه فيها فانها تفرض قانون قيصر وتفرض حصارا اقتصاديا تجويعيا على لبنان والمقاومه، يعني ما زال هذا البعبع الاستكباري قويا متينا ضاربا. اسمح لي أولا أن أقتبس في مسألة إضفاء العصمة على أفكارنا ومناهجنا م. ومذاهبنا نعم. أربعة أسطر من كتاب الدكتور حيدر حب الله رسالة سلام مذهبي نعم. فيما يتعلق بعصمة المذاهب وضرورة النقد البناء لهذه الأفكار والمناهج يقول ليست هناك مذاهب معصومة قد يخطئ السنة وقد يخطئ الشيعة حتى لو كان النبي لا يخطئ عند المسلمين وأهل البيت لا يخطئون عند الإمامية فليس السنة هم النبي أو الصحابة وليس الشيعة هم أهل البيت النبوي فالاعتراف بالخطأ فضيلة أما فيما يتعلق بحركة أو تنامي حركة داعش مجددا وأخواتها ومشتقاتها في عدد من الساحات والميادين في العالم العربي قبل أن تكمل دعني أشيد بكتاب حيدر حب الله رسالة سلام مذهبي والرجل هو من تلاميذ سيد محمد حسين فضل الله وهذا الكتاب جدير بالمطالعة لأنه يدعو إلى السلام بين المذاهب وإلى فتح قنوات الحوار والتفكير الواحد وهو صحيح. الذي ندعو إليه. وبموضوعية للأمانة بموضوعية نعم. صحيح. أما فيما يتعلق بسؤالكم حقيقة أنا أعتقد في جانب الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة ولا تزال إلى الآن الحرب الاقتصادية في اعتقادي هي ربما ربما هي آخر الحروب على المستوى العالمي. التي تقودها امريكا بعد ان فشلت في فرض ارادتها على المنطقه العربيه عسكريا وسياسيا من خلال تغولها وسيطرتها على مراكز القرار في العالم. الشعوب العربيه لكن عفون الان عفوا عفوا شيخ محمد ارجوك ارجوك يعني نريد الدقه اين ضعفت امريكا؟ يعني ما زالت تحكم الخليج برمته. ما زالت تحكم المغرب العربي برمته ما زالت موجوده في بلادنا هي بعيده عن لبنان وقد يعني دمرت لبنان بالكامل صحيح. عبر سياسه الدوله اين هذا الضعف انا لم اقول ان امريكا بدات تتفكك او انها في اطار الزوال لا لا انا اقول ان امريكا بدات تظهر وتكشف هي من باطنها من داخلها من تركيبتها الداخليه أنها مهيئة للتفكك وأن عوامل الضعف موجودة في تركيبتها الأساسية وهذا ما يقوله الآن كبار من كتاب ومفكري الولايات المتحدة والمجتمع الأمريكي نفسه، أنا أقتبس هنا مثلا بعض كلمات يقول الكاتب الكسندر هيميون يقول إن الخلافات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة قد تؤدي إلى ظهور قوى إنفصالية قادرة في نهاية المطاف على رسم الخارطة السياسية الأمريكية <applause> هذه مجرد بدايات، امريكا الان من خلال الازمات التي تواجهها الان وهي الدوله العظمى والكبرى، ماذا فعلت في مواجهه ازمه كورونا؟ هل نجحت في مواجهه هذه الازمه؟ هل نجحت امريكا في تجاوز تبعات ازمه مقتل المواطن الامريكي؟ ام انها خضعت بالفعل لتبعات ونتائج هذه الازمه على قاعده ان فيها بالفعل تمييزا عنصريا متاصلا وقديما وهو من عوامل تفكك ربما في المستقبل القريب ان شاء الله هذه الدو... انا لا اقول ان الشعوب العربيه الان باتت تملك زمام الامور وخاصه بوجود هؤلاء الحكام الذين يقبعون في في مراكزهم وعلى عروشهم والذين يجثمون على صدور هذه الشعوب العربيه لكن بدات الشعوب العربيه الان تلمس ان امريكا في من خلال لجوئها للحرب الاقتصاديه هي بالفعل نمر من دولار لكن نمر من دولار عندما تضعف هذه القيمه تضعف قدره امريكا على السيطره على انا اشرت في المقدمه الى دور تركيا في نقل ارهابيين من سوريا إلى تركيا فليبيا. عبر طائرات رسمية تركية. عددهم 9000 مقاتل من داعش من النصرة. من إرهابيين آخرين. نقلوا إلى ليبيا. تركيا عضو في الناتو. أليس كذلك؟ الكثير من المسلمين يعتبرون تركيا بصدد تجديد الخلافة العثمانية وتوحيد العالم الإسلامي. لكنها أحرقت سوريا. وتحدت العراق واحرقت ليبيا بالارهابيين تعني هنا اقول تركيا نعم. وغيرها من الدول دول يعني المنطقه السؤال السؤال نعم. ان امريكا ما زال لديها وكلاء تتحرك بهم بقوه في المنطقه العربيه تركيا وغيرها من الدول هي مهتمه بدورها بحضورها بتعزيز حضورها على مستوى المنطقه بغض النظر عن صراع المحاور والتنافس على قضيه الدور ولذلك عندما تتشكل مجموعات لا تمتلك منهجيه واضحه ورؤيه واضحه ومشروعا مستقلا هذه المجموعات هي جاهزه ومهيئه لان يستخدمها اي كان أي صاحب دور أي صاحب نفوذ وهذا ما رأيناه في العراق وفي سوريا وفي غير مكان عندما كانت الطائرات الأمريكية تهبط على بقعة يعني محاطة بالنيران ثم تستخلص مجموعة من هؤلاء الجماعات المسلحة لتنقلها بسلام وأمان بعد أن يكون مصيرها يعني الموت المحتم تنقلها إلى مكان آمن لماذا؟ لأن لها دورا يراد أن تلعبه في مكان آخر وفي ساحة أخرى هذا يعني لا يمكن ان يستمر وعلى هذه الجماعات وبالمناسبه هنا انا لا استطيع بكل حياديه ان اقول ان كل الجماعات هذه الجماعات الجهاديه او المسلحه او ما يسمى بالجماعات السلفيه القتاليه يمكن ان نصنفها تحت اسم واحد او عنوان واحد فيهم من هو مغرر به فيهم من هو يسيء الفهم ويخطئ التصور وهؤلاء امثالهم امثال الخوارج الذين حاورهم علي رضي الله تعالى عنه وفيهم المرتزق طالب الدنيا الطامع ب يعني انا اريد ان اذهب من لبنان لان واقعي الاقتصادي صعب ولانني لا اجد فرصه عمل لاجاهد في ساحه من ساحات القتال في ليبيا او في غيرها هذا ليس جهادا هذا لا يسمى قتالا في سبيل الله هذا يسمى ارتزاقا هذا يسمى طلبا للدنيا كثير من هؤلاء لن تنفع معهم الكلمة أو الحوار أو المنطق هؤلاء يريدون المال مصيرهم إما أن يعودوا أو يموتوا لكن المشكلة لدينا والتي يمكن أن نجد لها حلا أن نعتمد الخطاب العقلاني مع من يمكن أن يكون قد اشتبهت عليه الأمور والتبست عليه المسائل واختلطت عليه القضايا الكثير بحمد الله عاد وتاب ومرحبا بأي شخص يترك السلاح وينخرط مجددا في المجتمع هذا هو بل نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع وأن يكونوا عناصر مواطنين ومواطنين صالحين إن صح التعبير أستاذ عبد الجليل واحدة من مصادق حلقتنا آه الإرهاب يعاود الظهور ليبيا ليبيا اليوم صارت جغرافيا محترقة لا يوجد فيها إجماع مطلقا انفرط الإجماع في ليبيا حكومتان دولتان وهنالك دول كثيره باتت تحرك الجغرافيا الليبيه كعرائس الاراجوز، يعني الكل يعرف دور السعوديه، قطر، تركيا، الامارات العربيه المتحده وامريكا وفرنسا ومصر من جهه والجزائر تسعى لجمع الاطراف الليبيه. هل بنظرك ان البركان الليبي سوف يمتد الى الجزائر وتونس ومصر كما يخطط له؟ والله هذا يتطلب عقل استراتيجي، عقل سياسي كبير، <تصفيق> 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 وانا لست سياسيا كبيرا، ولكن الذي افهمه بكل تواضع، هذا نموذج في الحقيقه الوضع الليبي والصراع الدولي بين الأقطاب بين روسيا وأمريكا وبين هذه المحاور أو المحوران الكبيران أنا أفهم أن هذا نموذج جيد لتفهيم الناس أن الصراع هناك ليس صراعا دينيا ولا يمكن أن نطلق عليه الجهاد فالذي يتنادى إلى لي باسم الجهاد هذا خطأ إسلامي كبير وخطأ فقهي وعلمي كبير هذا نموذج لست ادري هل ف هل تفاعلت معي في هذه النقطه ام لا استاذ نعم نعم يعني معك قلبا وقالبا نعم الصراع في الصراع في ليبيا او الصراع في سوريا من قبل الذين تنادوا باسم الجهاد في سبيل الله هذا نموذج على أنه ليس جهادا صحيح. إنما هو صراع مصالح سياسية واستراتيجية واقتصادية هذا نموذج لتقريب العقد المسلم للمسلمين يا مسلمين هداكم الله هذا ليس جهادا كما من قبل كان في أفغانستان لم يكن جهادا كان صراع بين أمريكا والاتحاد السوفيتي أمريكا وظفت الإسلاميين باسم الجهاد فقط الآن آن الأوان للعقد المسلم بعد أربعين وخمسين سنة أن يفهم هذه الظواهر وأن يضعها في اعتباره وأن يضعها وضعا سليما ليس جهادا أمر إلى الوضع الليبي كما أفهمه م. كما أفهم هو بك بكل بساطة هو صراع مصالح العالم العربي بعد العراق تفتيته وبعد فشلهم في سوريا جاءت امريكا الان وحلفائها للسيطره على على النفط الليبي، وفي صراع بين روسيا من جهه ومن معها وامريكا ومن معها، يجب ان نفهم هذا الصراع نحن كعرب وكمسلمين من هذه الزاويه، وانا كتونسي. كتونسي افهم هذا الصراع على انه صراع دولي على اقتسام الكعكه، الخاسر الوحيد في هذه اللعبه هو الشعب الليبي بكل بكل معناها فرقه وبكل احزابه وبكل اطيافه، ولذلك نحن ننادي ننادي في تونس النخب السياسيه والنخب الواعيه ان يكون الحل ليبيا ليبيا وهذا وهذا شبه شعار يعني سياسي اكثر منه واقعي لان واقعيا سيقع تقسيم ليبيا بين محور امريكا ومحور روسيا وللاسف الشديد نعم ونسال نعم. الله تعالى ان لا يمتد ذلك الى الجزائر حيث يتم التهديد بدوله بربريه امازيغيه ودوله عربيه في الشمال استاذ محمد شيخ الفاضل لأن الصادر. المقصود الجزائر هي هي نعم. المقصود الجزائر نعم 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 صحيح وهذا نعم. ما تحدث عنه الكونجرس الامريكي وحتى البنتاغون الجزائر بعد ليبيا للاسف الشديد والجيش الجزائري ادرك ذلك ووزع لو سمحت لي نعم جنوده في الصحراء لو سمحت لو سمحت لو سمحت لي اتفاعل مع الاستاذ محمد تفضل أن أعمق الفكره ان امريكا منذ عشرين سنة كتب كتابها الاستراتيجيون على أنها يخافون من صراع داخلي أمريكي أمريكا تعيش بتصدير أزماتها الداخلية إلى العالم هم يصدرون العالم هم يصدرون إلى العالم المشاكل فقضية الإرهاب هي أحسن أحسن موضوع وأحسن مسألة وموضوعة من أجل إلهاء الداخل الأمريكي بعدو خارجي الآن تحولت الأزمة إلى الداخل الأمريكي لا. هم خائفون ولذلك ما سمي بالربيع العربي في بعض الدراسات والخريف العربي هذا كله فعل أمريكي من أجل من أجل ماذا من أجل إلهاء الداخل أو تأجيل الصراع الداخلي لأن الاستراتيجيين الأمريكيين ومنهم هانغتون كلهم يتحدثون عن أزمة هوية داخل نعم. امريكا، صحيح. وخوف من انفجار داخلي، وفوق وخوف من تقسيم داخلي، طبعا هذا انا لست من البسطاء حتى اتحدث عن عن انهيار امريكا او عن ضعف امريكا، امريكا ما زالت قوة ل نعم. سنة، نعم. ولكن المؤشرات تقول ان امريكا الان بدأت تعيش عدا تنازليا في تراجع وهذا عمر الامبراطوريات. صحيح، ف... صحيح. أه... يعني قضية الإرهاب هذا واللعب به هو من أجل إلهاء الداخل فقط طبعاً أستاذ عبد الجليل أذكر هنا طبعاً. بمقولة لأرنولد توينبي في كتابه تاريخ البشرية يقول كل الأمبراطوريات في التاريخ نعم. سقطت عندما وصلت إلى أوج القوة يعني الوصول إلى أوج القوة وفائض القوة بداية الإنحدار في سنن التاريخ وحركة التاريخ فلا قوي نعم. إلا المولى عز وجل نعم. شيخ محمد شار الأستاذ عبد الجليل سهلا. أن الصراع في ليبيا صراع دولي وكذلك كان الصراع في أفغانستان وهنا أعود إلى ما يسمى بالمعارك الخاسرة للمسلمين منذ الصراع في افغانستان صدرت مئات الكتب عن الجهاد الافغاني ومن هذه الكتب كتاب لعبد الله عزام ايات الرحمن في جهاد الافغان يعني امريكا دعت الى الجهاد ودفعت الخطباء والدعاه الى اصدار فتاوى الالتحاق بالجهاد راينا قسما من الفلسطينيين تركوا فلسطين وذهبوا لمجاهده الروس والسوفيات والجيش الاحمر، وهكذا الامر في سوريا عندما اجتمع الدعاة في القاهرة تحت رئاسة مرسي ودعوا الى النفير العام في سوريا وهكذا الجزائر سابقا. هل الغباوة والهبنقية والضحالة الفكرية سمة إسلامية؟ يعني الامريكي ياتي يضحك علينا ويقول لنا الجهاد ها هنا فنهرول وراء هذا الجهاد ما بالنا في كل مره نؤخذ من دقوننا الى معارك خاسره واهداف واهيه يعني هي اعتقد جدليه من يستغل من مشكلة كثير من قياداتنا مع الأسف الإسلامية في الحركات والتنظيمات الإسلامية أنها تعتقد أنها بذكائها الخارق هي تستغل أمريكا وهي التي تحدد وتستدرج أمريكا إلى إمدادها بالسلاح والعتاد وكل ما يلزم من عناصر القوة في ساحة لمعركة هي تختارها هذه الجماعات وهذا غير صحيح ذكرتني بقائد لفصيل جهادي أفغاني كان في أمريكا فسُئل عند من كنتم قال كنا عند الأخ ريجن والاخ والاخريق نتفاهم وضعنا يعني صار ريق <applause> اخ وهذا يعني هذا ليس من باب المبالغه هذا كانوا يقولونه لنا عندما نناقشهم في صوابيه الخيارات وتحديد المسارات وتحديد لا. الاهداف وتحديد الساحات واختيار ميادين القتال والجهاد وهم يعيدون نفس التجربه في كل ميدان وفي كل ساحه العدو يحدد لنا تاريخ ومكان وزمان المعركه أحسن وظروفها ونحن مجرد وقود مجرد ادوات نعم آن لنا في اعتقادي أن نفهم أن وظيفتنا وتكليفنا الشرعي في الأساس كيف نصل إلى قلوب الناس لا كيف نصل إلى كراسي الحكم وإلى التسلط على الشعوب أدعو إلى الله كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الدعوة إلى الله هي التكليف الشرعي الجهاد نلجأ إليه كحل من حلول الأزمات التي تواجه الدعوة، لا كخيار أساسي يمكن أن يستبق مسألة الدعوة وقضية وهو ليس الدعوة. وليس ضد أمتك، ليس ضد دولتك، يعني بأي حق أنت تقتل رجل من الجيش اللبناني أو الجيش الجزائري أو السوري أو العراقي حتى مع أو اتفاق شرقي. المذهب، من يقتل من يعني الآن في ليبيا على أي أساس؟ يعني حتى الاختلاف المذهبي غير موجود في بعض الساحات، السنة يقتلون السنة. نعم. الجهاديون يقاتلون الجهاديين. المجاهدون يكفرون المجاهدين باي منطق باي حجه باي وجه سنلقى الله سبحانه وتعالى ولذلك انا اعتقد انها مسؤوليه عظيمه الان ان لنا ان نستدرك ما فات وبالفعل ان يعني نخرج من يعني فكره الان اسوا نموذج استاذنا الفاضل اسوا نموذج مر على تاريخ العمل الاسلامي هو النموذج التي، الذي صدرته إلينا والفكر الذي ألبسته إيانا بعض الأنظمة الخليجية عندما أفهمونا أن ما نراه وما نفهمه هو التوحيد وهو الإسلام وما سواه أو خرج عنه فهو الكفر والردة وعكس التوحيد تماما طيب هذه الدول وهذه الأنظمة التي شرعت التكفير وشرعت الطعن واللعن والسب والتخوين والتشكيك واستباحه الدماء والاموال والاعراض بحجه التوحيد والجهاد والدفاع عن العقيده وصون التوحيد اين هي الان من التوحيد اين هي من فضائل الاسلام اين هي من الفضائل الاخلاقيه التي دعا اليه الاسلام اين هي من صيانه الفضائل المجتمعيه في بلادها وهي تتخلى عن ابسط مقومات الامن الاخلاقي في بلادها والسلوك في مجتمعها اين اصبحت الان اين هي من قضايا المسلمين اين هي من فلسطين اين هي من ساحات الجهاد الحقيقي نعم. لذلك اعتقد نعم. انها مسؤوليه نعم. كبرى وهذا النموذج يجب ان يسقط الى غير رجعه لانه لم يعد صالحا نعم وهنا اذهب الى تونس للكلمه الختاميه استاذ عبد الجليل من فضلك الارهاب هل سوف يعاود الظهور بقوة بنسبية معينة ما الذي تقول في جملة موجزة رجاء الإرهاب طالما أنه آلية تستعمل تستعملها القوى العظمى لمصالحها فأنه في كل وقت وفي كل حين سيظهر نعم. هو الوسيلة الفضلة الذي يوظف لصالح القوى العظمى لتحقيق مصالحها واهدافها نعم استاذ عبد وآلية لتحقيق هدف ببساطه اذكرك م. بدراسه لمعهد واشنطن نعم. للدراسات في اوج قوه داعش عندما استولى داعش على الموصل تقول هذه الدراسه ان داعش سوف تتلاشى وتموت قليلا لكن سيظهر جيل جديد من داعش سيكون ادعش مما سبق هم هكذا يخططون وهكذا يبرمجون استاذ عبد الجليل بن سالم من تونس الحبيبه شكرا جزيلا لك شيخ محمد الخضر من لبنان الحبيب وقاه الله من كل سوء ومضرة شكرا جزيلا لك مشاهدينا وصلت حلقتنا إلى تمامها إلى أن نلقاكم هذا يحيى أبو زكريا يستودعكم الله الذي لا تضيع أبدا ودائعه بوركتم شيخنا العزيز